السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد على قناة من عربي للمعلومات. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. هل سبق لك أخي وأختي أن قمت بإرسال رسالة على الواتساب لكن تمنيت لو أنك لم ترسلها، ثم تمنيت لو أنك تستطيع أن تمسحها حتى لا يراها الطرف الآخر؟ أصبح هذا ممكنا على الواتساب في التحديث الأخير. أول شيء تعمل هو أن تضغط تدعمنا بالضغط على زر سبسكرايب، وإذا أحببت أن تكون أول من يتوصل بجديدنا فلا تنسى الضغط على زر الجرس. وهيا معنا إلى الشرح. السلام عليكم مرة أخرى. ها أنتم كما تشاهدون الواتساب، كما تشاهدون يعني نرسل أي شيء، مثلا السلام عليكم، أو نكتب مرحبا بكم على قناة ابن عربة للمعلومات هكذا. هذه الرسالة قد ذهبت كما تشاهدون. هذه الرسالة الثانية، السلام عليكم، مثلا يعني أنت قمت بإرسال أي رسالة بالخطأ مثلا هكذا. حتى لو أن الرسالة وصلت للطرف الآخر ولم يشاهدها، بمجرد أنك تضغط عليها هكذا ثم يظهر لك القوائم الموجودة في الأعلى، ثم تضغط على هذه الأيقونة، أيقونة سلة المهملات هكذا. هو يقول لك هنا، يعني يعطيك اختيار delete for me، يعني تمسح هذه الرسالة فقط بحيث لا تراها أنت، أو delete for everyone، يعني نحن نختار delete for everyone حتى يعني تقوم بحذف هذه الرسالة لا تراها أنت ولا يراها حتى الطرف الآخر. أنتم كما تشاهدون delete for everyone. ثم يقول لك a message you selected will be deleted for everyone on the latest version of WhatsApp in the chat، يعني هذه الرسالة ستحذف من عند أي واحد، يعني الطرف الآخر الذي تتحدث معه أنت على الواتساب. نتمنى وتتمنى يعني أنت، وضروري يعني يكون عنده أو يكون يتوفر على النسخة الأخيرة من الواتساب. ثم نضغط على أوكي، وأنتم كما تشاهدون you deleted this message. نذهب إلى الهاتف الآخر، وأنتم كما تشاهدون يعني الرسالة وصلت كما سنشاهد. الرسالة جاءت من هنا. أنتم كما تشاهدون مرحبا بكم على قناة بن عربة للمعلومات. أنتم كما تشاهدون مرحبا بكم على قناة بن عربة للمعلومات، والرسالة التي قمنا بحذفها السلام عليكم جاءت عند الطرف الآخر بهذه الصورة. This message was deleted. إذا عجبك الموضوع لا تبخل علينا بالضغط على زر سبسكرايب ولايك وأن تدعمنا، وفي انتظار دروس أخرى جميلة، والسلام الله عليكم.